تنضم إلينا من بكين الإعلامية والباحثة السياسية سيدة فيحاء وانغ. أهلا بك معنا سيدة فيحاء. يعني هذا التحرك الصيني وهذه العمليات التي تقوم بها الصين الدبلوماسية، كيف تراها الصين وأيضا ما تعول عليه من خلال هذه القمم؟ أيوة، أهلا وسهلا. حاليا الصين تسعى لشراكة استراتيجية مع الدول العربية لبناء عالم متعدد الأقطاب في مواجهة الهيمنة الأمريكية، وبالطبع تود الصين الاستفادة من ثراء الدول العربية خاصة السعودية بموارد الطاقة، كما تحتاج الدول العربية للاستفادة من التكنولوجيا الصينية واستثماراتها في البنية التحتية والتخلص من الهيمنة الأمريكية أيضا، وانحيازها المطلق لإسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. ماذا عن الشق الدبلوماسي في هذه الزيارة سيدة فيحاء؟ يعني في المرحلة الحالية تولي الحكومة الصينية اهتماما بالغا بعلاقاتها مع الدول العربية نظرا للتغيرات في الوضع العالمي. يعني خلال السنوات الأخيرة نعاني من يعني التوترات الشديدة بين مختلف الدول، وهذا طبعا يدير العالم له. ف وطبعا أولا يعني في الأولوية الصين تسعى للتخلص من الهيمنة الأمريكية، وإن هذا يتفق مع مصالح الدول العربية أيضا. سيدة فيحاء وانغ الإعلامية والباحثة السياسية كنت معنا من بكين، شكرا جزيلا لك.